السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله برضو النهاردة نتكلم عن سلسلة النش وزيت نش حمام، لان جاي لي برضو اسئلة كتير بيقولوا انت ما بتتكلمش عن النش. فان شاء الله نبدأ نتكلم عن نش الحمام، ازاي تطير حمام وازاي تبدأ وازاي والانواع اللي تختارها. الدور الفيديو اللي فات اتكلمنا عن العمر اللي هتختار فيه الحمام، احسن عمر تختار فيه الزغاليل وعمرها قد ايه، ده اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. النهارده بقى يا جماعه هنتكلم عن سؤال برضه عرضه على سؤال وصلني، ايه هي احسن انواع عفوا لحمام النش؟ احسن انواع لحمام النش يا جماعه الحمام المصري. يعني ايه الحمام المصري؟ يعني الحمام اللي اصله مصري، زي ايه؟ زي الصافي، زي الغزار، إيه المانكيرات، الحلبي. دي يا جماعة من أحسن الأنواع. النهاردة أقول بعض الأنواع، مش أقول كل الأنواع. يعني أول حاجة هنبدأ بالحمام الصافي، الحمام الصافي. بس الحمام الصافي ده سعره غالي. الحمام الصافي من أحسن الأنواع يا جماعة في النشا. وبعده يا جماعة بيجي الحمام الأبلق. الحمام الأبلق برضو من الحمام الجميل جدا في النشا. وبعد كده يا جماعة بيجي الغزار. الغزار طبعا بأنواعه. وبعد الغزار يا جماعة بيجي المنكرات. المنكرات اللي هي زي ايه؟ اللي هي الاصفر ورق والقطيفة والريحاني والحاجات دي. بعد كده يا جماعة بنخش على الحمام الحلبي. الحمام الحلبي والعبسي. يعني هو عامة احنا عندنا في دمياط بنقول عليه كله حلبي، بس هو في محافظات بتقول على الحمام الاسود بتقول على عدس. ده يا جماعه من احسن انواع، من احسن الحمام في النش. طيب انت عايز، انت راجل لسه هتبدا، مش معقول هتروح تجيب لك جوز ب 2000 او 3 او 4 وتنشهم او تنش ولادهم. احنا نبدا يا جماعه، اللي عايز يبدا بالحمام الحلبي او الحمام الاستراليات. الاستراليات طبعا في تلت وفي تلتين وفي عدد. الحمام ده يا جماعه دماغه حلوه جدا. وبرده الحمام بيختلف، يعني ما تقولش ده حمام ذكي وحمام غبي. الحمام بيختلف باختلاف الراجل اللي بيعلم الحمام ازاي ينشف. يعني انت برده في ايدك 75% ان انت تعمل الحمام صح. يعني ممكن يجي لك فرد ذكي او حمام نوعه ذكي وانت تبوظه بطريقه نشك ليه، بتخوفه منك، بتخوفه من مكان، ده بيبقى غبي، بيطلع غبي من اسلوبك انت. الانواع يا جماعه نقولها تاني مره، الابلق الحمام المصري كله عامه النش ملوش حل. هي هنقول الحمام الصافي والحمام الابلق والغزرات والحمام العبسي او الحلبي والحمام الكشكي برضو يا جماعه، حمام جميله جدا في النش. الكشكيات حمام جميله جدا في النش. وبرضو بعد كده قلنا المنكرات اللي هي الريحاني او الازرق قطيفه او الاصفر ورق. في انواع تانية كتير يا جماعه، بس دي الانواع اللي انا ذكرتها دلوقتي كبدايه. ونبدا برضو يا جماعه بالاستراليات. الاستراليات حمامه رخيصه، سعرها رخيص، مش غالية، وحمامة حلوة في النش هي والحلبي. يعني أول ما نبدأ مش معقول هنجيب حمام غالي نشه ويروح. طبعا غلطة مننا، احنا ما عندناش خبرة، والحمام بنجيب لك جزء ب 2000 جنيه ولا 3000 جنيه يروح منك. يعني هنبدأ بجزء مثلا ب 50 60 جنيه 70 جنيه 100 جنيه بالكتير قوي، هنبدأ نتعلم فيهم النش من الأنواع اللي هي حمام نش بس سعره مرتاح. في بص يا جماعه نزلته على الفيسبوك، واحد قال لي طب انت ما بتكلمش عن القرباش. طب انا بتكلم مع مبتدئ لسه بيتعلم النش، طب انا اخليه يجيب جوز قرباش ب 3 4000 جنيه ويبدا ينشهم يروحوا منه؟ طبعا ما ينفعش. احنا بنبدا خطوه خطوه، واحده واحده بنبدا بحاجه سعرها حنين علينا، يعني حسب امكانيات الواحد. لان انت ما بتبدا مثلا حسب امكانياتك، بتجيب 5 تجواز 10 تجواز 25 جوز 20 جوز كده، على حسب الامكانيات بتاعتك. دي يا جماعه
كان الفيديو بتاعنا النهارده عن حمام النش وانواع حمام النش. يا رب اكون وفقت في طرح بعض الانواع، انا ما قلتش كل الانواع لان في انواع كتير، وانا قلت على الحمام المصري. الحمام المصري هو احسن انواع في النش. وتحت امركم يا جماعه في اي سؤال، ولو فيديو عجبك اعمل اشتراك ولايك وما تنساش تشجعنا بتعليق، واترك تعليق لو انت عندك اي استفسار او اي سؤال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.